انه كان في لقاء مع سناتر امريكي، سناتر ومستشار سابق امريكي من وزارة الدفاع الامريكية دوغلاس ماكريجر، كان طالع في انترفيو وفي لقاء في فوكس نيوز مع يعني مذيع من اشهر المذيعين في امريكا، وقال كده صراحة، الراجل قال كده بالضبط، ان كان في قوة من المارينز الامريكي مع الجيش الاسرائيلي، بس حدد ان كان في قوة من المارينز نزلوا على الارض، مش بس زي ما كانوا بيقولوا قبل كده اصل هم رايحين للدعم الطبي ورايحين لاستشارة عسكرية، لا دول نزلوا على الارض، مارينز امريكي حاولوا يقتحموا مع الجيش الاسرائيلي. هو اللي قال كده بعظمة لسانه. يا جماعة الفيديو معانا ولا لا؟ معانا ولا مش معانا؟ مش معانا، يعني ادخلوا بصوا عليه. تمام، يوم 24 اكتوبر ومحدش طلع عايش، المارينز كلهم ماتوا. الاعلام بقى الغربي او الامريكي او الاسرائيلي انه يطلع يتكلم على الموضوع ده ابدا ابدا، يقولك القضاء على بعض المتسللين، المناورات مش عارفه فين، كلام كده كله عايم ومايع وما تفهمش. لكن في احداث حصلت، في مارينز حاولوا يقتحموا، كان معاهم ناس من الجيش الاسرائيلي وماتوا، الافراد المارينز ماتوا. يمكن السناتر كان كلامه دقيق جدا في اللقاء، وكان بيقول ان هم اتقطعوا الى قطع اشلاء. فهل الكلام ده بيطلع بيتقال؟ ما بيتقالش، ومش عارفه ما بيتقالش ليه، انتوا ليه ما بتقولوش الكلام ده؟ تطلعوا تقولوا، قولوا الفشل العسكري اللي على الارض لما بتحاولوا تقتحموا فعلا وتعملوا اجتياح بري زي ما انتوا بتقولوا هتعملوا، شوفوا ايه اللي بيحصل على الارض. انت تضرب من الجو ممكن، تضرب من الجو وتجري ممكن، تنزل على الارض وتواجه دي مشكله كبيره جدا بالنسبه لك، لان الجندي او العسكري الاسرائيلي مش عايز يموت، ما عندوش سبب يموت اصلا عشانه. هو الناس اللي في المقاومه جوه دول او اي حد فلسطيني جوه هيموت عشان عرضه، عشان شرفه، عشان ارضه. انت هتموت ليه؟ انت كده كده معاك باسبور تاني اصلا، يعني انت اصلا جاي من بلد تانية ومعاك باسبور تاني، ممكن تروح البلد التانية في اي وقت، والباسبور ده بتورثه لابنك بدليل ان انت ما استغنتش على جنسيتك الاولانية اللي انت جاي منها اصلا، هي اللي انت محتفظ بيها عشان هترجع لها تاني، انت عارف انك هترجع لها تاني، لو مش متأكد انك هترجع لها تاني مش هتحتفظ بالباسبور. فهيموت ليه؟ ما عندوش سبب يموت عشانه. وكذلك المارينز، المارين الامريكي ده هيموت ليه؟ ايه الرساله اللي هو رايح يموت عشانها؟ ايه الهدف اللي هو رايح يموت عشانه؟ ده موضوع مهم جدا بالنسبه للجيوش على فكره، ان الناس يبقى لازم يبقى هم عارفين داخلين هيموتوا ليه، والا هيبقى جبان عايز يهرب مش هيبقى عايز يموت. طيب معانا اللواء محمد رشاد الخبير العسكري. يا سياده اللواء اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. طيب دلوقتي بيحصل محاولات للاجتياح البري بشكل مش كبير، بشكل صغير، ولكن بتفشل فشل كبير جدا ومش بيتم الاعلان عنها اصلا، يعني ما حدش بيعرف عنها حاجه. تفسير حضرتك يعني ايه الموضوع ده؟ شوف، هو اسرائيل النهارده قطع كل وسائل الاتصال عن غزه، وبالتالي حقيقه الموقف غير معروفه بالكامل. وبعدين موضوع غزه، اجتياح غزه ده موضوع يعني اعتقد ان هو مش بالسهوله اللي ممكن اسرائيل تعمله. غزة النهاردة ليها تكتيك معين وليها شغل، المقاومة ليها شغل داخل غزة. أعتقد النهاردة إسرائيل مش هتقدر تستوعب العمليات المضادة للمقاومة. المقاومة مجهزة نفسها، عارفة خططها كويس قوي، بتتعامل مع التدخل الإسرائيلي من خلال تكتيك معين، اعتقد ان هو بتحقق فيه مكاسب وبتحقق خسائر كبيره جدا للجانب الاسرائيلي. اسرائيل النهارده لا يمكن ان يعني تقضي على حماس، لان حماس من غير غزه تساوي صفر، وبالتالي لا يمكن حماس هتسيب غزه، وبالتالي لان ملهاش مكان اخر يعني، وبالتالي حماس النهارده قادره على انها تصد اي اجتياح خاصة من اسرائيل، لان موضوع اسرائيل النهارده داخله في حرب مدن، وبعدين طبيعه الارض او طبيعه الميدان غير معروفه جيدا للاسرائيليين، وبالتالي ممكن يتعرضوا لكمائن
متكررة، وبالتالي يحصل لهم خسائر كبيرة جدا. لكن الحقيقة نتيجة قطعهم لكل وسائل الاتصال على غزة، أعتقد إن حقيقة الموقف غير معروفة. ليه مش بيعلنوا؟ يعني السناتور طلع قال في لقاء في فوكس نيوز واعترف إن هو في مارينز حاولوا يقتحموا وماتوا كلهم، ليه مش بيتم الإعلان على الأخبار دي؟ ليه مش بيقولوا؟ أيوة، ما هو لازم النهاردة توثقيها، ما تقدرش النهاردة توثقيها من خلال خبر، لازم النهاردة. ده مش خبر، ده لقاء. صورة، وأعتقد أن ده مش هيبقى متوفر، لأن إسرائيل منع كل وسائل الاتصال على غزة، وبالتالي. لكن هو النتيجة معروفة، أن هو إسرائيل لا يمكن أن تحقق مكاسب كبيرة أوي زي ما هي متصورة في غزة، لأن المواقع في غزة محصنة، لهم تكتيك كويس أوي، بيتعرضوا القوات المهاجمة أو الإسرائيلية لكمائن متعددة، وبالتالي بيحصل فيهم خسائر كبيرة جدا، لكن لا يتم الإعلان عنها نتيجة قطع وسائل الاتصال. طيب، وبالتالي العملية معروفة من الأول إن إسرائيل النهاردة لن تنجح في اجتياح غزة. طيب، بالشكل اللي هي ممكن تقضي بيها على حماس، لأن حماس من غير غزة زي ما قلت بيساوي صفر، وبالتالي لا يمكن حماس أن تترك غزة. طيب، ولا عندهاش بديل، وكل القوات المقاومة الموجودة في غزة أصلا، كمان حركة الجهاد الإسلامي وغيره، كل ده أعتقد أنه قادر على أنه يصد أي هجمات إسرائيلية. طيب، اللواء محمد رشاد الخبير العسكري، بنشكرك جدا.